عسلامة. سلمك، مرحبا، عايشك. بيك أكثر. صح شربتكم. وأنت زادة. مرحبا بكم. مرحبا بكم، نتعرفوا عليكم. حبيب النفاتي من مورناق، ولاية بن عروس. بيك سي حبيب. نور الدين ساعي من مورناق. بيك سي محمد نور الدين ساعي. مرحبا بيك سي نور الدين، شرفتونا. حبينا نحكيو شوية، الأكثرية في تونس يعني كي يوصلوا لسن معين يوليوا يعملوا حمية غذائية. هكا ولي انتم كيفاش عاملين؟ احنا والله اش نقول لك، في سرطان ناج واحد يلزم يعمل حميه، تولي التغذيه نتاعها متوازنه، يبعد شويه على الحلو، فهمتني ولا تبدا ماكله متوازنه باش يحافظ على صحته ويبعد على السكريات ويبعد على الحلويات ويبعد على الحاجات كيما هذه، ما نكثروش منها. شنو رايك انت مسيو؟ هذا هو السيارات، هذا هو الراي. نحن حلو في الدار وعدي العمر معين ديما نقص الحلو، مع شكل الحلو، الحلو والمالح وبرشا حاجات اخرى، الملح والقوي ولا فهمتني، واحد معناها لازم يحافظ على صحته وينقص شوي. صحيح. هل التونسي معناها جينيرالمون قاعد يقوم بالحاجه هذه ولا قاعد يطبق في المعلومات هذه؟ والله اش نقول لك، الحقيقه التونسي مخماخ، التونسي مخماخ فهمتني، ويلوج على الحلو ويحب المالح ويحب فهمتني، ومعناها ما يعمل كاش حاشاك كي يمرض يولي يعمل حميه. يفيق كان كيفيق كان في اللي بعد يمرض يفيق. اما هو ياكل اللحم برشا. دي انصحوا على اللحم. رد بالك من اللحم. اللحم يعملوا نقص قداش. نعم برشا حاجات اللحم. كل يوم تحسب. انت ما تنجمش تقعد ما تاكلش اللحم. انا ناكل اللحم، ناكل اللحم ونعمل الرياضه. هو سافا بي اللحم، ما يلزمكش كل يوم يعني. نعمل الرياضه. كل يوم نعمل رياضة ونخدم شوية فلاحة، نعمل مرشة، ما ناكلش الحلو، مانيش مغروم بالحلو برشا، قليل وناكل شوية حلو، ما ناكلش برشا. أنت اليوم ماخذ الحلو للدار مش ليك؟ للدار للأولاد شوي شوي. ليك؟ لا لي أنا ما نحبش، لا ما نحبش، شوي شوي. وتذوق كيلو تذوق وكيلو يذوق فيه. وساعات فما مواطنين تلقاهم لطف عليهم عندهم مرض السكري، غادي وين يوليو يحبوا ياكلوا الحلو. وكأنه الممنوع مرغوب. الممنوع جسمه الممنوع مرغوب، معناها هذا علميا وطبيا حاشاك اللي عنده السكر معناها يولي معناها يهسس على الحلو، ديما يحب ياكل الحلو، ديما يمد يد الحلو، ديما ياكل في الحلو، فهمتني؟ عندنا في العائلات شكون معناها مريض بالسكر وياكل في الحلو برشا، معناها نبدو ننصحوا فيه يدي ينحي ينقص، فهمتني؟ يقول راهو عندي رغبه، عندي شهوه في الحلو. فهمتني؟ الحلو يبدا ياكل بالسكر، الحلو يبدا ياكل بالسكر على داره. بسرق على اولاده، بسرق على مرضه، ياكل الحلو، يخرج البال ياكل الحلو. نجمو نعدلوا السكر نتاعنا بحاجات حلوه طبيعيه كيما الغله. اي نجمو، هي الغله كلها سكريات. طبيعيه زاد معناها. الباكيت فيها السكر، الباكيت فيها شوف قداش فيها. خبز اكثر حاجه فيها اكثر حاجه فيها السكر هي العجين، سيرتو الخبز. هذاك علاش لازمنا ناكلوا ماكله ما فيهاش ملح، خاطر الخبز ديجا فيه. لازمنا نعملوا توازن، ناكلوا خضروات برشا، ناكلوا نقصوا الملح، ونبدوا على السكريات والحلويات. مرشا برشا لازم مرشا. لازمنا معناها نعملوا شوي رياضه. لازمنا نعملوا رياضه. عامل حميه غذائيه خاصه انت مسيو ولا لا الحقيقه؟ لا لا. الحق. أو صاحبك جاوبني. اي الحق مانيش عامل حميه، اما هني قلت لك معناها ديما انا نتحرك، نعمل في الرياضه. ونعمل في المرشة ونتحرك، نتحرك لاباس الحمد لله. تو عمري 57 سنه الحمد لله، لا دم لا سكر. صغير مسيو. السيف العرس كل عرس 4-5 آلاف، كل سيف، كل سيف 4-5 آلاف، كل فات عشاء كل اسبوع. اي نعم تعشى وكل عرس. انا يوميا ناكل كيلو لحم. تفادلك ولا بالحق؟ ولا مش باهي راهو بالحق، حتى الاطباء كان يسمعونا تو المعلومه مش باهي حتى. كل يوم 6-7 آلاف كل ليله تعشى. سورتو العلوش. علوش العلوش احنا عاداتنا وتقاليدنا اللحم العلوش. في العادات والتقاليد وخاصه الجينيراسيون تاعكم انتوما معناها اللحم العلوش كان مطيش الناس الكل تاكل فيه، لكن مضر بالصحه. والله واحد كي يعمل حميه، كي يعمل حميه حتى على الاقل كي ياكل ويتحرك يعمل افور فهمت ولا ويتحرك معناها شلا لاباس. فهمتني؟ هاي بيه مش انت ما تنصحش صاحبك؟ ننسى كل يوم ننصح فيه. انا نقول له هذاك صعب، لا اقول برا العرس، كل يوم مش لا يوميا.
احنا في منطقه ريفيه، احنا في منطقه، احنا في منطقه ريفيه وعندنا تقاليد وعندنا عادات. عادات استدعوا بيه لابد كل وعمد استدعوا بيه لابد كل عندنا عادات وتقاليد. ساعة لازمنا نتخليو على العادات والتقاليد نتاعنا، معناها في سبيل صحتنا. ربي يستر، ربي يستر، لاباس لاباس. عائلتك ينصحوك ولا؟ اي ينصحوني، ينصحوني. اي ولادي يقروا في الجامعه انا. وانا بعرفهم. ما انا نقص ما عادش تاكل قوي، نقص الحمل علوش ولا نقص القوي ما عادش تاكل قوي. اما انا قلت لك انا رزمو ما نجيش مغروم بالحلو. والمالح ما نحبوش زاد. حتى الماكله نتاعي ناقصه. طبيعيه كاك ناقصه في الملح. نجم تعوض اللحم بالحوت. على بعضه الحوت ميسال شكون قد ما تقدر، اما اللحم ابعد عليه شويه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانت مسيو عامل حميه غذائيه لروحك ولا؟ كل شيء نعم كل شيء. والحاجات اللي تاكلهم الحاجات اللي بعيده عليهم؟ بديت نبعد بشويه بشويه، بديت نبعد على جل الحلوه كان نبعد. لما تكون حلوه كو كل شيء على بعضه لاباس. تاكل مالح ولا ناقص مالح؟ ناكل نورمال عاد. هاي كون نحن كل حلوه نحن هذا كويس. انت من النوع اللي تاكل برشا لحم كيف صاحبك والا لا؟ انا كان الحوت كو حوت برك كو. ايوه. هو العبيد انت مسيو ماكش باش تنصح؟ لا ننصح، ننصح انا مهمتي ننصح في الناس. فهمتني؟ ننصح الناس يعملوا توازن غذائي، وننصح الناس باش يتحركوا شوي، معنا كسوا سيرتو المشي. المشي على الاقل، على الاقل يوميا لازم الانسان يعمل ساعة مارش، على الاقل ساعة، يلزم ساعة مارش. فهمتني؟ وان شاء الله لاباس، وان شاء الله كل عام حيين بخير. امين يا ربي. انت كل يوم تمشي تعمل مارش مسيو ولا؟ يوميا نمشي 7 كيلومتر يوميا. يوميا 7 كيلومتر نمشي، ويوميا معنا عندي شويه فلاحه نخدم، معناها نخدم نتحرك مليح مليح مليح. فهمتني؟ ولاباس والحمد لله. وانت مسيو تمارس في الرياضه والا لا؟ شوي شوي. الشتاء لا ما تو نسولف بسيف ولا وقت بحر بسيف ولا يعدي ما نمشي. سافا تو بدن لاباس الحمد لله. لو تعطينا فوائد الرياضه في حياتنا مسيو؟ الرياضه الحمد لله تخلي الانسان معناها الدورة الدموية تدور، تنشط 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 الدورة الدموية، وتخلي الإنسان معناها ديما في أون بون إيتا، وإنسان معناها والرياضة تنحي الإكتئاب، والرياضة معناها تخلي الإنسان حيوي وناشط وديما معناها شباب. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. شكرا.